أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب في ختام المؤتمر 24 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة على مخرجات التقرير الختامي ومضامين التوصيات التي خرج بها المؤتمر، والتي توافق عليها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في مواجهة التدخلات الخارجية السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية بشكل عام ومكافحة الأعمال الإرهابية بكل أشكاله. وأشار التقرير الختامي الصادر إلى الدعم العربي الكامل للحفاظ على سيادة مملكة البحرين، مرحبين ومشيدين بكافة الإجراءات التي اتخذتها قيادة وحكومة مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان. وللحديث حول أبرز المضامين والتوصيات التي خرج بها المؤتمر، ينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط النائب عبد الرحمن أبو علي. مساء الخير سعادة النائب، وبداية نبدأ من أبرز ما يتعلق بمملكة البحرين وهو التأكيد على الدعم الكامل للمملكة، لو تطلعنا على أبرز ما جاء في البيان في هذا الخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم انتهى المؤتمر 24 للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد في الرباط من 28 الى 21 من الشهر الحالي. طبعا هناك في امور كثيره تطرق لها البرلمان، لكن من اهم الاشياء اللي تطرقنا لها اليوم هي يعني في نقاط كثيره. هي جدد المؤتمر دعم الكامل للبحرين في الحفاظ على سيادته ووحده شعبه، وكذلك اتخاذ كافة الوسائل المانعة للفتنة وإثارة الفوضى بتدخل مباشر من إيران. كذلك أدان المؤتمر استمرار تدخل إيراني في شؤون البحرين الداخلية ومحاولات متكررة لزعزعة الأمن والاستقرار ودعمها للإرهاب المنظم على أرض البحرين. كذلك رحب المؤتمر بما اتخذت البحرين من إجراءات وخطوات عملية لحماية حقوق الإنسان وتوفير جميع المتطلبات الإنسانية التزام بالمواثيق الدولية. نعم. وأخيرا يعني تفضل. طالب الاتحاد بمخاطبة المنظمات والاتحادات الدولية بحثها على الضغط على إيران لوقف تدخلاتها المستمرة في الشأن الداخلي للبحرين. هذه من أهم الأشياء اللي تطرق لها يعني البيان الختامي للمؤتمر. وكانت هناك مثل ما تعرفون دور بارز لرئاسة لرئيس لمعالي رئيس مجلس النواب الأخ أحمد إبراهيم الملا في اجتماع تنسيقي كان أمس واليوم بهذا الخصوص، وكان يعني هناك إصرار من معاليه لتكون هذه النقاط من ضمن النقاط التي تكون في البيان الختامي. نعم سعادة النائب، هذه المؤتمرات واللقاءات البرلمانية كيف من الممكن أن تكون لها فائدة في خلق تقارب أكثر لوجهات النظر البرلمانية والمواقف العربية بشكل عام؟ طبعا احنا أكدنا على أن يكون هناك استمرار في هذه اللقاءات واللقاءات إذا كانت على رؤساء البرلمان أو حتى اللجان الفرعية، وتكون اجتماعات دورية ليس فقط في دولة المؤتمر، أن تكون في بلدان ثانية للاستمرار في متابعة ما تم اتخاذه من قرارات في ختام المؤتمر. واتفق على أن تعقد اجتماعات في القريب العاجل لبلورة ما تم اتخاذه من قرارات لرفعها لأصحاب المعالي ورؤساء المجالس العربية طبعا والخليجية. نعم، أنا أبو عبد الرحمن بو علي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.